قصة الشركات الميتة الحية. إذا كنت من عشاق أفلام الرعب فهذا التقرير سيرفع معدلات الأدرينالين لديك، أما إذا كنت من عشاق نظرية المؤامرة فالحديث عن شركات الزومبي قد يناسبك. ما هي شركات الزومبي؟ إنها الشركات الميتة الحية التي وجدت ظروفاً خصبة في العقدين الماضيين، حيث أسعار الفائدة المنخفضة والدولار الرخيص، لكنها اليوم وسط تشديدات نقدية وإفلاسات مصرفية بقيادة سيليكون فالي بانك، تواجه مخاطر تجعلها غير قادرة على الاستمرار ولا حتى الانهيار، ما يجعلها عبئاً على الاقتصاد العالمي ونذير شؤم بكوارث اقتصادية لا أحد يعلم مداها. لماذا؟ تقديرات بنك التسويات الدولية تشير لوجود 150 ألف شركة زومبي في أمريكا ديونها فوق 2 تريليون دولار و6 بليار، بينما 20% من الشركات في أوروبا وآسيا هي شركات زومبي ديونها أضعاف تلك الموجودة في أمريكا. ووسط أزمة مصرفية تضرب العالم، فشركات الزومبي العالقة حالياً في دائرة من الركود جاهزة لتمتص رأس المال الذي كان من الممكن أن تستخدمه الشركات المبتكرة للاستثمار في منتجات وخدمات جديدة. فهل بإمكان الفيدرالي الأمريكي وأوروبا المركزي ردع بنوك الزومبي دون خسائر جديدة؟